أنا تقديري السياسي أن أهدافه هو تلويث الشارع والقيام بعملية استفزازية داخل تونس، وعملية إرسال صورة إلى الخارج أنها هي القوة الوحيدة التي يمكن أن تكون مخاطبة من العالم الخارجي. هي عملية استعراض قوة سيء على المواطن التونسي في ظرف صحي سيء جدا وفي وضع سياسي متشنج. يعني احنا لابد من رد على هذا الاستفزاز القوي، لابد من ان التوانسة يثبتوا انهم ليسوا جزء من حركة النهضة او انهم ليسوا في المشروع الاخواني، وان هذا المشروع يعني بعيد كل البعد على ثقافة التونسيين، وذلك لا يكون الا بالرد بنفس الطريقة وفي الشارع والنقاش قوي على ان يكون في بداية شهر افريل. اتصالات وهناك كثير نقاشات، وأعتقد أن نسير على الخطى الحثيثة نحو خروج موفق للشارع في بداية شهر أفريل. لا هو سيكون تعبير صادق على أن التونسيين يريدون أن يسترجعوا الشرعية وأن حكم النهضة وحكم الإخوان في تونس يجب أن يزول. يعني الحقيقة أنه إحنا ما فضلناش وما كانش خيار السياسيين التونسيين المدنيين والوطنيين أنهم يلتجئ للشارع. النهضة أرادت أن يكون الشارع، وأعتقد أن هذه الإرادة هي الغاية منها، هو تلويث كما قلت الشارع، ونحن علينا استرجاع الشرعية المفقودة في تونس منذ سنوات طويلة. يعني هو الغنوش الحقيقة للأسف تفاخر بقوة كاذبة، ومعناها هذا التفاخر هو الميزة الأصلية. تفاخر على أحد معارضيه سي حمّ الهمامي، تفاخر على التونسيين والتونسيات بالكم الذي أحضره معناه من كل الجهات وبضخ إمكانيات مالية كبرى. يعني الرسالات التي وجهها الغنوشي أعتقد أنها رسالات وصلت في عنوانها، الذي يجب أن توجه إليه هو أن حركة النهضة عندما يترك لديها مجال تريد أن تستبد بكامل البلاد. يعني هي عندها مساندين لا محالة في الشارع، ولكنهم محدودين، لا يمثلون أكثر من 15% من الشعب التونسي. المشكلة في تشتت القوى المدنية، القوى الوطنية، وليس في قوة حركة النهضة. يعني أعتقد أن هذه اللائحة تتقدم ولكن بتؤدة وليست بقوة. يعني ولا يمكن أن يتم إزاحة راشد الغنوش طالما أنه ما هناش مجموعة من قلب تونس أمضت هذه اللائحة. على كل حال احنا معناها نعتقد جازمين ان وجود الغنوشي على راس مجلس النواب الشعب هو يمثل ازمه ولا يمثل حل.